يمكن في اوقات كثيره يا علي الفراغ بيشغل الاطفال وقتهم بالانشطه ومن بينها الرسم والتلوين، وبيستغل الاهل هذه الفرصه لمتابعه قدرات ابنائهم الفنيه والتمتع بابداعاتهم. بس في بعض الاحيان قد يتفاجأ الوالدين برسومات ابنهم بسبب موضوعاتها او حتى الوانها وتكرار الاشكال فيها، لانها تحمل رمزيه معينه تفسر حاله الطفل النفسيه والمعنويه بناء على ظروفه سواء في البيت او حتى في المدرسه. صحيح يا علي، والحديث عن الرسومات وكيف ممكن تكون عامل في تقييم نفسيه الطفل وتحليل شخصيته كمان، اليوم معنا الدكتور حنين جرار اخصائيه علم نفس اطفال، ويسعد لي صباحك. اهلين، صباح الخير. اهلين، صباح نورتنا. تسلم. خلينا في البدايه نتكلم عن شلون ممكن الطفل انه ينقل حالته النفسيه من خلال رسمه تبين كل هالأشياء هذه اللي موجودة في داخل نفسية الطفل. إحنا بنستعمل الصراحة تحليل الرسومات كتير في العيادة عنا، لأنه مرات الطفل ممكن يكون ما عنده المقدرة اللغوية أنه يعبر عن نفسه، أو إذا كان في صدمة نفسية أو في حرب أو إذا كان في استغلال مش قادر يعبر عن اللي حصل، فممكن من خلال الرسومات أنه إحنا نفهم أو نتوصل للمشاعر الصعبة اللي مرات مش قادر الطفل يعبر عنها وبيعبر عنها من خلال الرسومات. فإحنا بنحلل أول إشي الألوان، ثاني إشي الأشكال، ثالث إشي لما نطلب من الطفل يرسم نفسه ويرسم عائلته. وفي طريقة معينة إحنا هلأ رح نحكي عنها إنه كيف منحلل هاي الرسومات وما هي دلالات الرسومات اللي بيستعملوها الأطفال. ذكرتي عن طريق الألوان، يعني إيش هي الرمزية اللي أنتم يعني خلينا نقول حقة الألوان اللي مثلا تعتمدوها إنه مثلا في نفسية الطفل، إيش أكثر الألوان؟ اوكي سو اول شيء ما بدي اخوف الاهل، اذا الطفل مثلا مره رسم باللون الاحمر هذا الشيء طبيعي، بس اذا تكرر عندنا اللون الاحمر او تكررت عندنا هاي الرسومات وقتها احنا بنخاف. فبدي اورجيكم مثال، مثلا هذا الطفل او هذه الطفله رسمت رسمه طبيعيه فيها الوان طبيعيه، يعني هاي الرسومات الطبيعيه اللي احنا بنشوفها. هلا اذا مثلا في عندي هاي رسمه زي هيك، هلا انا هاي رسمتها مثلا اللون الأحمر كتير فيها، بس لحظة خلي الكاميرا تبينها، أي بس رفعيها شوية لفاي، هذه ممتاز. أي ممتازة. أيوة. كده إذا اللون الأحمر كتير متكرر فيها، ومثلا الطفل راسم حاله بطريقة أنه هو غضبان أو معصب، وهذا الإشي دائما برسمه يتكرر، فهون أنا بكون شوي خايفة من الموضوع. خايفة من أي ناحية قصدك؟ هلأ مثلا إذا الطفل أوريدي بالبيت كتير عم بيعصب وكتير عم بيصرخ وكتير ما عم بيعرف ينفس عن طاقته، وزائد رسم هاي الرسمة يعني رسم نفسه بطريقة غضبانة أو بطريقة بشعة، فبحس إنه هو في عنده عدم تفريغ للطاقات السلبية، إنه بيحاول يقول حاجة ما هو عارف يعبر عنها إلا بالرسم، يعني هو شايف نفسه إنه هو شخص دائما عصبي دائما غضبان. هلا الشغلة الثانية اللي هو استخدام اللون الأسود، اللون الأسود كمان بيعطينا دلالة على إنه الطفل مثلا في إشي سر مثلا هو ما بده يحكي عنه. لما الطفل يرسم تم كبير وبعدين يخربش باللون الأسود على هذا التم معناته في سر. أنا هاي الرسمة نقلتها عن رسمة رسمت ليها طفل، رسمت ليها طفلة من بعدها اكتشفت إنه كانت تتعرض لتحرش جنسي. أوه. لأنه رسمت أول شيء عينيها بالأكس، رسمت كله أكس 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 أس وبالأسود، ورسمت تم كبير ورخبطت عليه باللون الأسود. معناته في سر، وهي كانت شايفة نفسها بشعة، إنه هي مع إنه شعرها كان طويل وحلو كانت راسمة شعرها إنها بس شعر قصير زي أكنه ولد. هلا إذا مثلا مرة الطفل رسم هيك رسمة باللون الأسود عادي، بس إذا تكررت هاي الرسمة خصوصا إذا تلطي إن الطفل يرسم نفسه بهاي الطريقة، وقتها هون بيكون في عنا مخاوف. بدي أورجيكم رسمة العائلة، بعرفش إذا ببين على الكاميرا. يعني الأهل إذا يعني متى يبدأوا يقلقوا؟ لما يبدأ يتكرر الشيء أكثر من مرة، يعني في كل رسمة مثلا توجد شيء معين زي اللون الأحمر اللون الأسود شكل معين، هنا يبدأوا الأهل يقلقوا. بالضبط. بالضبط. هلأ دائما لما يكون في خلافات عائلية أو أسرية بطلب من الطفل يرسم عائلته، ارسم لي عائلتك ورجيني إياها كيف. ألو. وبحاول أحلل إنه الطفل وين موجود بالرسمة. هلأ مثلا الطفلة رسمت نفسها أول وحدة، بعدين رسمت أمها بجانبها، ورسمت أمها شعرها طويل وقعدت فترة وهي تلون بشعر أمها. هذا بيورجيني إنه يعني الإتقان في التفاصيل، إنه هذا الشخص مقرب إلها كتير. بعدين رسمت أبوها، ما بعرف إذا مبين بس أبوها نفس حجمها هي.
أيوه. معناته هي ما بتعطي هالقد أهمية في العائلة لأبوها، هي أمها كبيرة بس أبوها نفس نفس حجمها. وآخر إشي رسمة البيبي، والبيبي لا رسمت له لا عيون ولا تم ولا إشي ولا تفاصيل، آخر شيء مهمش البيبي اللي هي ما بتحبه. وهذا تكلمنا عنها في الحلقة الماضية اللي هي غيرة الأطفال بينهم بين بعض. بالضبط. البيت تبعها رسمت له شبابيك صغيرة كتير، صغيرة كتير الشبابيك، فهي هذا يعني إنه ما عندها كتير شعور في الأمان في البيت. الباب طبيعي، فأنا بتطلع على هدول التفاصيل، وكل تفصيلة في الرسمة بتدلنا على دلالة معينة. يعني يمكن كتير ناس يسمعونا، ويمكن كتير أطفال رسموا كتير، وفي ناس كبروا ولا حد انتبه، بس اليوم لازم فعلا ينتبهوا، لأنه هذا الموضوع حساس. تكلمت عن موضوع مرة مهم هو التحرش. متى أبدأ أنا خلاص أخذ ابني أخصائي، ولا أخليه يبدأ يتكلم؟ هل أنا ينفع كأم أتكلم مع طفلي، ولا الأهم أني أخذ عند أخصائي أول ما أشوف حالة غريبة؟ هلأ شوفي، التحرش موضوع يعني كتير له التحرش دلالات. أو غيره التحرش أو غيره، متى أنا لازم أخذه عند أخصائي، ولا أنا أبدأ أتكلم معه؟ دائماً الرسمة هي جزء من القصة، بيكون في دلالات تانية زي السلوكيات، زي النوم، الأكل، التواصل الاجتماعي، فأنت بتكوني شايفة دلالات عديدة منها الرسم. فهو الرسم لوحده ما يعني ما بيعطينا إنه مثلاً إذا طفل طبيعي ومبسوط وبيرسم بالأسود عادي ممكن عم بيقلد، بس إذا مثلاً طفل منطوي مثلاً، تواصل اجتماعي، مزاجه مثلاً متقلب، ما عم بينام بالليل، شخصيته ضعيفة، ثقته بنفسه ضعيفة، ودائما بيرسم في اللون الأسود وبيرسم أكس على وشه، هون لا، أنا الرسم باخده كدليل إنه في شيء عم بيحصل مع الطفل. طيب دكتورة، لأي سبب من الأسباب إذا كان الطفل يعاني من بعض من الأشياء اللي ذكرناها، هل يمكن علاج هالحالة هذه في فترة الطفولة، ولا الموضوع ياخذ فترة طويلة عشان الطفل يرجع ويتأقلم مع الحياة بشكل طبيعي وجميل؟ حسب نوع الحالة وحسب الصعوبة اللي بواجهها الطفل. فمثلا في التحرش الجنسي احنا بنسميها complex trauma، يعني هي صدمة نفسية متعددة الزوايا. ان الطفل اللي عنده تحرش جنسي، اول شيء عادة التحرش الجنسي بيصير من شخص مقرب له كتير، فانت الثقة بالنفس بتنتزع، الثقة في العالم اللي حواليه، بصير تشوف العالم اللي حواليه كله أسود، هذا الإشي كتير بده وقت. غير إنه مثلا لو كان في توتر، لو كان في قلق، لو كان في مثلا صعوبات في العائلة مثلا، هذا الإشي طبعا بياخد وقت، بس مش قد يعني حسب الحالة وحسب الصعوبة. حنين جرار لا يمل، وحديثك شيق، يعطيك العافية، وإن شاء الله لقاءنا نجدد فيك في الأيام المقبلة. شكرا لك.